بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه دائما وابدا نطلب العون والتوفيق والسداد والنجاح. نحييكم في صباحية هذا اليوم، يوم السبت الموافق 21 من شهر يوليو لعام 2024، من هنا من أرضية ميدان سيف العرب ضمن تحديات سباق الفطامين، سباق الفهدي ينطلق على بركة الله وتوفيقه. الشوط الأول الرئيسي للأبكار انطلقت الأماني والطموح مع الأخوة الملاك والمضمرين مباشرة إلى الصدارة، مباشرة إلى المقدمة، إلى المركز الأول في هذه اللحظات. وهنا على المقدمة الشاذلية لحمود بن سلطان بن راشد العواسي، بينما القادمة على المركز الثاني الواصلة في هذه اللحظات هذه هي عسيلة عبد الله بن حمد بن عمران الاختبي، بينما في المركز الثالث القادمة هلان الفدى لخليفة بن محمد بن خليفة بن منين الغفلي وصلت إلى المركز الثالث. المركز الرابع أرى القادمة هلان وزن لسالم بن مبارك بن مرخان الاختبي. هذه النتيجة للمراكز الأولى المتقدمة، لكن العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى الشاذلية. الشاذلية ما شاء الله، حمود بن سلطان بن راشد العواسي، روح يا حمود ما شاء الله ما شاء الله وتبارك الله على الشاذلية. تهدي السلام إلى أهالي السلطنة مع أول تسعيرة الفهدية. سلام يا أبو سلطان، سلام يا أبو سلطان، سلام إلى ساحل الخضر، سلام إلى ساحل الخضر، إلى جعلان بن أبو حسن. يستاهلون التحية، يستاهلون التحية مع الأداء الكبير اللي تقدم الشاذلية. الشاذلية شاذلية شاذلية، تهانينا على هذا الفوز. انتزعت الشوط الأول الرئيسية في صباح هذا اليوم. المركز الثاني وصلت الفهد خليفة بن محمد بن خليفة بن منينة، بينما في المركز الثالث وصلت وزن لسالم بن مبارك بن سعيد بن مرخان الاكتبي. هذه النتيجة للثلاث المراكز الأولى. التوقيت الزمني 2:07، ما شاء الله يا الشاذلية. حمود بن سلطان بن راشد العويسي انتزع الناموس مع الشاذلية، نوعية فاخرة ما شاء الله. طارت بالشوط الأول الرئيسية، أهدتها لجعلان بن أبو حسن. هذا الفوز وهذا الانتصار مشكور يا حمود يا بن سلطان يا بن راشد العويسي على فوز.